طب وطول كابتن، ده الأرض عامل إزاي؟ انا كلمت حضرتك في نقطة الانسجام التشكيل حتى وانت بتعمل تدوير. تمام. يعني انا اقصد ايه بالفكرة؟ انه حتى وانت بتدور يا كابتن، في لازم تبقى الحد الادنى من الانسجام موجود. حلو قوي الكلام ده انت بتقوله، ممتاز. لكن مثلا عنده 3 سيرتيفيكات مصابين، انا بتولي معن... مصاب، ابو عبد المنعم مصاب. مظبوط بالظبط. مظبوط. انا ما يعني عنديش. مثلا هقول لحضرتك، طب فين ايمن اشرف؟ اهي دي بقى لغز انا مش فاهمه. وبعدين حتى لو انت مش عايزه وعايز تمشيه يا كابتن، لا، ما تلعب بيه لاخر ماتش. ما فيش حاجه اسمها حتى لو عايز امشيه. يعني ايمن اشرف لعيب دولي ولاد كبير، والاخر وقت وهو دولي، مش كان معاك يا كابتن في كاس الامم مع طبعا كان كيروش معانا في طول الوقت ولعب؟ واساسي. ده لعب سيرد باك ولعب باك ليفت ولعب في نص الملعب اوف ليفت. الراجل مظبوط، لعبه ماتش بتستخدمه، في الدور الاولاني. عنده خبرات وعنده قوه مش ممكن. انا يعني بصراحه مستعجب وما عدتش يعني انت ناس بالنسبه لك كتير، دي علامه استفهام يا كابتن؟ دي كبيره جدا. ولو ليه مشي، انا ما فيش تفسير؟ تبقى دي علامه استفهام بالنسبه يا لك؟ ما هو دلوقتي هو ما مشيش ليه؟ ما انا عايز اعرف لو هو متاخد فيه قرار نهائي ما مشيش ليه في يناير. كان على الاقل هو مشي ولعب، طلعوا اعاره. انا ما اعرفش، ممكن يكونوا عرضوا عليه لا انا ورفضوا. بتكلم فنيا، انت شايف انه لو مشي لازم يكون خساره؟ موجود، خساره على الاهلي لو مشي؟ لازم يكون موجود في ظهر علي معلول، احترامي الولد الصغير، محمد اشرف. قدامه وقت شويه لكن لازم يبقى موجود. واقول له ما تهاجمش، هيقف يدافع. كان موسيماني بيستخدمه في الثلاثه ناحيه الشمال. مظبوط. فلا انا مستغرب جدا جدا بالحوار. واللاعب الدولي يا كابتن كمان ليه شخصيته في الملعب وخبراته دي وخبراته، كلها. يعني صعب انك تعوض لعيب دولي. يعني لا انا حتى لو تراجع انت تقومه، لكن تسيبه كده وهو في كولر سن عطاء بحبه لسه؟ جدا، يعني كولر بحبه جدا وعارف انه مدرب كبير بحترمه ومتابعه بدقة شديدة وعارف ان هو مدرب كبير. بس مذاكره يعني. القرار ده طبعا لا عارف هو طبعا اي مدرب معرض انه يعمل ماتشات وحش، لكن وهو هيصلح ده. لكن انا مستغرب من الموضوع بتاع، ايمن لانه اشرف كمان ملوش تفسير، يعني ما حدش بيفسر طبعا. ورحيله، ايمن خساره على الاهلي. يعني هل انت هتجيب سرد باك يا كابتن تاني زي بص ايمن اشرف مكانه؟ يا شبانه، ما فيش اولا في سرد باكات في البلد يعني. ثانيا ما هو انا اوريدي هو معاه هو مفيش سرد باكات، مفيش باكات رايتات، ومفيش باكات لحد اغسطس. ليفتات. لا لحد اغسطس تمام هو معايا تمام تمام يعني على الاقل، بس تستغله وتشوف، وممكن يقلب لك دماغك. يعني ممكن تكتشف انه انا هو صح موقف غريب. بالنسبه لي انا ما اعرفوش، رغم ان انا يعني بروح النادي وكده. ورغم ان لكن كولر يا كابتن ادى لكل اللعيبه تقريبا الا ده، لا ادى كل الناس، ادى الا كل ايمن الناس حتى اشرف. الصغيرين مظبوط، حتى رافض خليل لعب. لا بالظبط الا بالظبط، ايمن يعني اشرف. ادى كل الناس. فانا مش عارف الموقف ده مع انه اكيد في هو تفسير انا معاك، في فعلا في عند الاستفهام دي. الاداره. تمام. عموما كابتن ضياء، انا بشكرك شكرا جزيلا. بس انا قبل ما اختم معاك هسألك سؤال سريع. تمام. هل حضرتك شايف فيتوريا عنده ماتشين في شهر مارس مع ملاوي في تصفيات افريقيا، تمام. وكان حصل دروب، احنا خسرنا من اثيوبيا بره، والكلام لا في الحركه، دروب طبعا، في في دروب خطر في النتائج، ففي خطر. طبعا. هو عشان المدة طولت فالناس مش فاكرة الاحداث والنتائج الموقف. والموقف والنقاط الاحداث. والكلام ده. مظبوط. لا في دروب ولازم يعمل ماتش ودي. انا مش انا فاهم بقى هو ليه اللي انا كنت بيستخدم ماتش اسالك فيه ودي. بقى، اللي اسالك لازم فيه لازم عشان خاطر لازم الناس. بص يا كابتن ضياء، الناس اللي بتدير الكره تتحط دلوقتي واحنا بنتكلم يا فندم، قدام مسؤولياتها. اتفضل يا فندم. لازم يعمل ماتش مش موافقين ودي. ورفضوا، وهو اخر قابل. ماتش ليه في كان بلجيكا، ماتش كان الودي بتاع بلجيكا قبل كاس العالم في يا نوفمبر. فندم يا فندم. اجزاء كتيره جدا من اللعيبه اتغيرت، يعني حالات كتيره جدا من اللعيبه اتغيرت. يعني برضو مظبوط. ان هو ما يتوهش في حته انه زيارات ويعمل ماتش. يعني ارجو انه يعمل ماتش. ايوه، ده اهم، ده اهم. بس هو زيارات انا مهمة عارف برضو يا كابتن، ما في مرتب وبتاع، فلازم يزور برضو. لا يزور ويعمل. يا عم كسب قضيه ما شاء الله عليه، بقول لك ايه، ده 35 26 مليون، مليون 26 مليون ريال. 35 35 مليون؟
لا بتهزر. امال انا قريتها في حته 26 وكام يا شباب؟ 35 مليون. وانت بس عشان استنى انت وانت معايا هحسب. انت راجل من العاية. 35 مليون هحسب بس يا كابتن معلش انا اسف. لا بتحسب فيه بس استنى هحسب كام مصري؟ حوالي 120 ألف 120. انت راجل دولار طيب. 120 ألف ايه بس؟ انت لسه بتتكلم في الالافات. بقول لك 28 مليون ريال، 30 35 مليون ريال. خلاص بقى ربنا يبارك له يا عم، عارف كام مليون؟ عايزينه يعمل ماتش ودي. استنى بس. 280 مليون جنيه مصري تقريبا، او 290، داخل في 300 مليون جنيه مصري. ماشي يا عم. وانت كان ليك كام في اتحاد الكوره؟ قلت لي مكافئتين. مش خلاص بقى لسه بقى فاضل جزء عند معالي الوزير، بس معالي الوزير عنده مشاكل كتير دلوقتي اليومين دول. سيبه في حاله، سيبه في حاله لغايه اخر. بص سيبه في حاله لغايه نص الشهر. لا انا بدعمه، انا بدعمك هو ما بيفوقش، وربنا يكرمك لكن ان شاء الله. انا بس عايز احط اللمبه الحمراء هنا اللي حضرتك بتتكلم لازم فيها. لازم يعمل ماتش ودي يا حازم بعد اذنك، انت مشرف على المنتخب. حازم امام طبعا كلام الكابتن ده موجه للكابتن حازم امام. بعد اذنه يعني بيحاول يقنع الراجل. طبعا هو مش هيتدخل فنيا، بس انا بحاول يقنع. اكيد قالوا الراجل الجدول زحمه والدنيا زحمه. انا اللي انا عرفته يا كابتن من الكواليس ان هو طلب ماتش ودي، قالوا لي اللي حضرتك بتقوله ده. بس هو الغريب انه رضخ. لو الكلام ده حصل يبقى بعد اذنك. كيروش كان بيرضخ كده للحاجات دي ولا كان بيعمل ايه؟ لا ما احنا خدنا كل رسمي ورا بعض. احنا اول ما لا انا اول ما جه عملت ماتش لايبيريا الماتش ودي يوم كذا اتعمل على طول. مفيش هزار. لا ما كانش بيهزر هو. لا ده مصلحه الفرقه، وهو عارف اكيد فيتوريا، وهو اكيد طلب وسع له شويه لجنه المسابقات والرابطه توسع شويه. خد بالك كابتن انه احنا عندنا خسارات فادحه في منتخب الناشئين، عندنا خسارات فادحه في منتخب الشباب. كوارث طبعا. ومنتخب كوارث. اولمبي هيلعب ماتشين زامبي على فكره. أيوه. الشهر ده واحنا اصلا مش عارفين شكله موقف ايه. موقف صعب جدا. لا ولا لعب ودي ولا عارفين شكله ايه ولا هو فين اصلا. اتكون من 3 شهور فقط لا غير. وبعدين حتى فيش ماتشات وديه، يعني دي حاجه غريبه جدا. ربنا يستر يعني. وعندك ماتشين زامبيا مش سهل. كابتن زامبيا تخرج لو انت ما حققتش، هتخرج. خد بالك دي مرحلتين ان شاء الله. ان شاء الله انت ماتشين رايح جاي في 5 ايام، الاولاني هنا والتاني هناك. ان شاء الله نعدي زامبيا، وبعد كده هتخش في مجموعه في المغرب. في المغرب كاس الامم بقى. اللي هي 23 سنه اللي هتوديك الاولمبياد. ربنا يكرمنا ان شاء الله. انا اقصد اقول لحضرتك ايه، انه احنا هل حضرتك تعرف المنتخب الاولمبي شكله ايه دلوقتي؟ لا طبعا لا. مفيش ماتش ودي. لا لو عدينا ان شاء الله هنعدي بصعوبه جدا، لانه تكوين اساسا المنتخب ما كملش 3-4 سنين. والمنتخب الاول نفس المشكله، اي دروب في ماتشين ملاوي مشكله. لا مشكله طبعا. لا مشكله. عشان كده في مجموعه المفترض انت يعني ما يصحش نقول ان منتخب مصر ممكن يتعرض فيها المشكله يعني بصراحه. يعني ما هو احنا الكلام ده مش عملي. العملي انه لو الراجل طالب ماتش ودي بعد اذنه ادوله الماتش الودي. انا كنت بس قبل ما اقفل معاك عايز عشان خاطر انور اللمبه الحمراء، وكل واحد في اتحاد الكوره في نتيجتي لقائي المنتخب المصري الاولمبي مع المنتخب الزامبي ومنتخب مصر الاول مع منتخب الملاوي، ان ما تاهلش المنتخبين بشكل جيد المباريات دي في رقبه مجلس اداره الاتحاد الكوره. ما هتزداد المشاكل. ما هم دلوقتي المنتخب الناشئين والشباب عمل مشكله كبيره. بالظبط. ليه ماتش ودي ادهوله علشان تبقى انت عملت كل اللي عليك. مظبوط يا كابتن. انت عملت كل اللي عليك. بنستاذن يعني اتحاد الكوره انهم يضغطوا ويدوا للراجل لو طلب. انا برضه مظبوط يا كابتن. هيقول ما طلبش. لا طلب. انا قلت خبر هنا من اسبوع انه طالب ورفضه. يبقى يعني بعد اذنهم يوافقوا له على. بس انا استغربت من موافقته السريعه على الرفض ده. يعني انت بتيجي في توقيت انت كمدرب بتبقى شايف افضل من اي حد، وشايف الفايده الفنيه ليك ازاي. وهو لازم يبقى. بس برضه خد بالك العقد ال4 سنين بيقوي برضه يا كابتن. يا قوي. بس انت لو خرجت من تصفيات كاس امم افريقيا، تصفيات او صعدت بالعافيه، الناس هتثق فيك ازاي لكاس العالم يعني؟ ما هو برضه بس بيقوي. بيقوي القلب. وبعدين هو راجل شاطر في القضايا، فلو فسخوه هياخد الاربع سنين. ده انذار لينا. الحكم بتاع النصر ده بتاع النصر السعودي. ده انذار لينا. ربنا يستر. كابتن ده انا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات والمداخلات.